اهلا وسهلا، كيفاش كتشوفوا؟ انا نشارك معكم هذه الوصفه. هذه الرز بزبيب اللحم، ساهله بزربه كتتوجد وصحيه درتها العشاء. بزربه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. ها انتم كيفاش كتشوفوا، هنا عندي نص كيلو ديال اللحم ديال الغلمي، شويه ديال الزبيب، انا عندي زبيب الكحل، واحد جوج بصلات اللي مقطعين هكذا مشنفين كيفاش كتشوفوا. عطيني شويه جوج ريوسه تاع الثومه، بزار سكينجبير، خرقوم، جوج عويده تاع القرفه. عندي واحد جوج بصلات هنا اللي مقطعتهم مشنفين، كيجيو زوينين في هذه الوصفه هذه. وعندي انا هاد الزبيب هكذا كحل. عندي الرز اللي كيكون صفر الحبه ديالو، شفتو؟ ماشي داك الطويل الرقيق، حتى هو كيجي زوين. وعندي هنا معلقه ديال الزبده، غنجيب واحد كوكوط. ما غاديش يكون ميدم بزاف هاد الرز، حيت اللحم ديجا راه تا هو تيكون شويه ميدم. كتجي البنات هاد الوصفه زوينه 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 وسهله وبرمشه عين كتوجد. تقريبا واحد نص ساعه تيكون واجد هاد الرز. اللي ما بغاش يدير اللحم يقدر يبدلو بالدجاج لا بلا داند. انا هنا درت غير واحد المعيلقه ديال زيت الزيتون، معيلقه واحده. شفتو ممكن ندير كلشي كيتشحر؟ كان دابا كنزيد عليه الماء. انا عندي جبانيه ديال الرز وغادير جوج جبابن ديال الماء. هذا غنسدو عليه. هنا راه طاب اللحم البنات، عاد انا غادي رميت عليه الروز والزبيب، راه ماشي غلطتهم، حتى طاب اللحم. شفتو كنحركو واحد التحريكه خفيفه وكنديرو البوطه مهيله وكنقصو عليه. تقريبا واحد 20 دقيقه تيكون طيب بالعملة العافيه مهيله البنات. عافيه مهيله، وملي كطيب طفيو عليها البنات، ما تحلوش الكوكوط، خلاو واحد 5 دقائق تقريبا كطفيو عليه باش كيرجع عليه داك الساع. ها نتوما كيجي غزال البنات، حبه على اختها، ما نقولش لكم كيجي روعه البنات، كيجي زوين هذا الرز بنين. شفتو شفتو انا حطيت طبسيل هكذا صغير. كيجي غزال البنات هذا الرز، والله حتى كيجي زوين وبنين وساهل واقتصادي وبزربه كيوجد. هذا طبسيل، حطيت طبسيل واحد، ها انتم الطبسيل الاخر، كيجي كيحمق البنات بصح.